قبيلة قلت هنا العثمانيين مهندسة غذائية. اوكي لالا هنا ممكن لك تقدمي لنا هذا الكبار ديال هذه المنطقة هذه؟ قبيلة قلت ونعاود نقول ان الكبار هو منتوج محلي. فوالا هو المنتوج المحلي ديال هذه المنطقة اللي كتعرف بها هذه المنطقة والأغلبية الساكنة في المنطقة كتخدم فيه. يعني غالبا ليزون هما كيديروا لا كوليكت. شحال هي المساهمة تقريبا في الناتج المحلي الوطني؟ ديال هذه المنطقة؟ غالبا هو الكبار معروف في جوج البلايص. في المغرب كله؟ اسفي نورمالمون ايه اسفي وجهة هنا ديال الحمرية تاونات فاس وكاين قليل ونيفو دو سود أكادير مراكش. مميزات ديال الكبار ديال المنطقه هذه انه كيكون غني بالفيتامينات عندنا المعدنيه ديالو. ممكن تهزيها حداك باش نشوفها معاك؟ اييه هو الكبار لا ديزينياسيون ديالو كتدار زعما على ود ليكاليب يعني لا طاي. كل ما كانت حبه ديال الكبار صغيره كل ما كيكون بلو فخي كيكون يعني مازال فيه بزاف ديال المكونات الغذائيه ديالو الملح المعدنيه. يعني الكبار كل ما كان صغير كل ما كان مزيان. غالبا غير من لو بري ديالو كيبان. اهم الفوائد ديال الكبار؟ الكبار هو غني بالفيتامينات وفيه لينيرجي نقولها لو نيفو ديال الكيلو كالوري ديالو راه طالع. يعني اغلبيه ديال الاستعمالات ديالو كتكون في البلدان الاوروبيه وخاصه حتى كندا. علاش؟ حيت عندهم البرد. واش هناك استعمالات طبيه ليلو؟ نعم هنا في المغرب وخاصه حتى في هذه المنطقه كاينين بزاف من الناس اللي كيستعملوه كيخليوه هما دواء العرق ديالكم بالنسبه للمعده لي ستوما و بور لي انتستان. نعم واش تقوم يعني ليكسبورطاسيون ديال هاد البرودوي؟ حنا كتعاونيه كنصاوبوا لي برودوي وكندفعوهم الشركات اللي هما كيتكلفوا بالتصدير. هذا هو المشكل اللي كنلقاو حنا باسم التعاونيه ديالنا. هذا هو المشكل اللي كنواجهوه هو المشكل ديال التصدير والتسويق. نعم بالنسبه للتعاون شحال العمر ديالها؟ دوبي 2014 يعني مازال جديده التعاونيه مازال ما حنا عاد بدينا فيها وكنزيدوا زعما ما كرهناش حتى حنا نبقاو نديرو داك ليكسبورطاسيون. وعلاش اهم الاكراه اللي تيعاقبكم باش ديروا التصدير؟ اكراهات ماليه يعني التعاونيه راه كتكون صغيره كنتعامل غير مع بعضياتنا ما كاينينش لي موايان بزاف. يعني باش انك دير التصدير خاصك دير لا ميزون بواط كيكونوا بزاف ديال لي موايان اللي خاصنا باش نديروها. بالاضافه الى ونيفو ديال ليكسبورطاسيون ما كتكونش سهله يعني خاص تكون سميه ديال اون سوسيتي اللي غادي يكون عندها واحد لو كونط بانكير اللي بسميتو غادي تبقى دير دي زيكسبيديسيون وزيد عاوتاني حتى باش تقلب على لي كليون. حتى هذا اشكال كبير اللي كنواجهو حنا. اذا ممكن زيد تهضرينا على الكبار وعلى اللي عندك هنايا. قلنا الكبار انه انواع الكبار اللي كيكونوا كيختلفوا على لي كاليب يعني القياسات. من الصغير كاين لي ليبو لي سورفي لي كابوت حتى لي زور كاليب. كاليب كيكونوا هما لي كبارين بزاف بمعنى ديالها كتكون اون فلور كيوصل لسطاد ديال اون فلور. كتكلو تكبر باش تبان في الكاميرا. كيوصل لسطاد فلور من بعد لي زور كاليب الورده كتحل الوغ كو كتعطينا لي كابخون هو كومون ديغاش هو داك الوسطاني ديال الورده. سطاني الورده سطاني الورده ملي كيكبر كيعطينا هو لي كابخون ولا بالعاميه هنا كنسميه الدلاع. نعم هذا صغير وهو كيكبر. لي زوتيليزاسيون ديالهم يعني او نيفو دو لا ريستوراسيون كنستعملوه في لي سالاد سورتو مع لي بواسون مع كيجي بزاف منو كيكونوا مشتقات منتوجات مشتقه منو هما لي طابناد. لي طابناد هما بحال دي بات اللي كندهنوهم كومسا. كاين سوا ديال لي كابخ كيكون ميلونج لي كابخ مع لي زوليف فيرت اولا لي كابخ مع لي زوليف نواغ. لي زوليف نواغ لي زوليف نواغ لي زاي كدير لهم واحد لا كارنيتور وكنصاوبو هكا. التعاونية ديالنا كتصاوب حتى الزيتون. نعم عندنا زيتون خضر لي زوليف فيرت واش يحتوي على الصودا ولا بلا صودا طبيعي؟ هادشي اللي كنقول لك بالنسبه لي كاب هادشي كلهم كيتعتبروا دي برودوي بيو ما فيهمش دي زاديتيف ما فيهمش دي زونغري ما فيهم والو. سو سون دي برودوي بيو حتى لا كونسيرفاسيون ديالهم كتدار كو بار لا شونجور سكي في غي دو لو دو سيل سي دو سيل مارين سكي في ما فيهش كاع دي برودوي كيميك كاع.
sauf que pour les olives noires, c'est une préparation façon graisse et que tu trouves de la soude. Il y a une la préparation. Maintenant, les olives tournantes. شنو لي زوليف تورنوت؟ هو زيتون احمر كالامات تو انتاج محلي كلشي هادو لي برودوي كلهم كيتصاوبوا هنا نعم والمنتوج الثالث ديال اللي هو لي بيمون روج لا الحرور فلفل حار فلفل حار حتى هما كنصاوبوهم حتى هما ميم كونسوماسيون دي برودوي بيو حيتاش هما دي برودوي ديال المنطقه كتشوفوا المنطقه انها صغيره يعني ما كيستعملوش بزاف ديال الاسمده ولا بزاف ديال لي برودوي كيميك وحتى لا كونسيرفاسيون ديالنا كي كتشوفوا يعني ما كاينش دي بواط ميتاليك ما كاينش دي تريتمون تيرميك ولا شي حاجه يعني دي برودوي 100% بيو. بحال الطاقم البشري خدام معكم في التعاونيه ديالنا صافي نقول لك يعني دوران لاني كيكونوا ما كيكونوش بزاف ولكن ملي كتكون لا اوت سيزون يعني كنوصلوا حتى داك 40 50 امراه. نعم شنو هو النداء ديال المسؤولين باش المساعده ديالكم؟ باسم التعاونيه ديالنا كنناشد المسؤولين انهم فريمون يقدموا مساعدات ماديه ومساعدات من اطار من ناحيه ديال التسويق حيت هذا هو المشكل اللي كنلقاو يعني واخا حنا كجمعيه ولا كتعاونيه كنخدموا كنصاوبوا دي برودوي كنتعاونوا بيناتنا ولكن لي برودوي ما كنلقاوش شكون كيسوقهم لنا يعني حنا في التالي عاد كنبقاو نقلبوا على دي سوسيتي كبار دي سوسيتي دو كونسيرف ديكسبورطاسيون امبورطاسيون باش عاد كنعطيوهم كنعرضوا عليهم دي برودوي ديالنا وهما اللي كيقوموا بهاد العمليه. الرساله ديالك في هذا المهرجان خصوصا لجهه فاس مكناس شنو نقول بالنسبه